بكم مشاهدينا. توعدت موسكو معاقبة قتلة السفير الروسي الذي لقي حتفه إثر إطلاق مسلح النار عليه أثناء افتتاح معرض بأنقرة. أعلن رئيس بلدية أنقرة أن قاتل السفير الروسي في تركيا هو عنصر في قوات مكافحة الشغب. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن منفذ الهجوم على السفير الروسي قد تم تصفيته من قبل قوات الأمن. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة المحلل السياسي الأستاذ أحمد حسن. أستاذ أحمد حسن، أهلا بك معنا. أهلا بك يا فندم، اتفضل. أهلا بك. ما تداعيات حادث مقتل السفير الروسي بأنقرة؟ بالتأكيد تداعيات كثيرة وتطورات كثيرة جدا. تم الحادث في افتتاح معرض في أنقرة بعنوان روسيا بعيون تركيا. بعد تأكيد خبر مقتل السفير تم الإفادة بأن هناك ثلاث أشخاص قد أصيبوا أيضا، وبالتالي جرى إطلاق نار بعد مطاردة الشرطة للمهاجم، وسيطرت في النهاية قوات الأمن على المكان، وتفقد الموقع وزير الداخلية التركي بعد مقتل المنفذ لذلك الهجوم. أعلن رئيس بلدية أنقرة أن منفذ الهجوم المسلح رجل شرطة، هل من معلومات عنه وعن دوافعه؟ بالتأكيد رئيس البلدية صرح من قليل بأن المتهم يدعى مولود 18 22 عاما، وهو عضو في قوات مكافحة الشغب التركية، وتم التأكيد بأنه قد قتل. أيضا أكدت الكلمات التي ظهرت للعلن في فيديو الاغتيال عندما صرخ الشرطي بكلمات انتقام من القتلة في حلب بأن دوافعه بالتأكيد انتقامية من أجل سوريا، وبالتأكيد تدخل العلاقة بين سوريا وروسيا وما يحدث للمدنيين هناك، فالأزمة الروسية السورية بالتأكيد كانت سببا وراء هذه العملية. وكيف استقبلت الأوساط السياسية خبر اغتيال السفير الروسي؟ نعم، نبدأها من موسكو حيث توعدت بمعاقبة قتلة السفير الروسي أندريا كارلوف، ووصفت هذا العمل بأنه عمل إرهابي، مشيرة إلى أنه سيتم طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي. ومن ناحية الأخرى الجانب التركي أكد مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه قد اتصل بنظيره الروسي وتبادلوا المعلومات بشأن إطلاق النار على السفير. وأعلن عمدة أنقرة بأن هذا الاغتيال يهدف إلى تخريب علاقات بلاده مع روسيا. وبالتأكيد مصر أيضا ناشدت وأدانت بأقصى العبارات هذا الاغتيال، وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب دولة روسيا الصديقة. شكرا لك جزيلا أستاذ أحمد حسن المحلل السياسي من أنقرة، كنت معنا عبر الهاتف. يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم جلسة مشاورات حول المستجدات على الساحة الليبية، ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى تقرير من مبعوث الأمين العام لليبيا السفير صلاح الدين الجمالي يستعرض فيه نتائج مشاورته مع الأطراف الليبية المطروحة لحل الأزمة. والآن وقفة مع الأخبار الاقتصادية. أعلن البنك المركزي طبع 200 مليون ورقة نقدية من فئتي جنيه و50 قرشاً. وأفاد بيان أصدره البنك بأن عملية الطبع شملت 100 مليون ورقة من فئة جنيه و100 مليون ورقة فئة 50 قرشاً بنفس المواصفات المتداولة حالياً مع العملات المعدنية عن طريق البنوك. وصلت البورصة المصرية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي ليربح رأس المال السوقي للأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 3.1%. ومن الأخبار الرياضية، افتتح المنتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة العالم بالفوز على قطر بنتيجة 22-20 ضمن مباريات المجموعة الرابعة. وتمكن المنتخب المصري من إنهاء الشوط الأول بنتيجة 11 هدفا مقابل 8 أهداف في ظل أداء مميز من جانب الفراعنة، وبذلك تحصل مصر على أول نقطتين لها في البطولة في انتظار مباراتها غدا أمام الدنمارك. تقدم المنتخب المصري الأول لكرة القدم مركزا واحد على المستوى الدولي والقاري ليستقر في المركز 35 عالميا والثالث إفريقيا، وذلك في تصنيف شهر يناير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
وكان المنتخب المصري حافظ في الشهرين الماضيين على الوجود في المركز 36 عالميا والرابع افريقيا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهاية النشرة، وشكرا لكم.